مبادرة معا لتقليل العنف المدرسي هي مبادرة صاحب فكرتها طفل بالمدرسة اسمه أحمد علاء دياب، رح نتعرف عليها أكثر طبعا منه. كيفك أحمد؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ تمام. أهلا وسهلا فيك. طيب إذا زي ما حكينا مبادرة معا لتقليل العنف المدرسي، من اسمها واضح أنه هي بتهدف إلى تقليل العنف المدرسي، بس ليش اخترت هذا الموضوع لحتى تعمل منه هاي المبادرة؟ تم اختيار هذا الموضوع لكثرة ما نشاهد في المدارس، وكثر ما بنشوف في المدارس عن العنف المدرسي، وخصوصا آخر إشي سمعنا عن العنف الجامعي. هم الاثنين نفس الإشي، يعني العنف المدرسي بيحكي عن مستوى تعليمي أنت رايح تتعلم وصاير فيه عنف، والمستوى والعنف الجامعي أنت رايح تتعلم وكمان فيه عنف. فأول ما صار العنف الجامعي طلعت معي الفكرة إنه طيب لما نقول عنف مدرسي شو قصدك بالعنف المدرسي؟ يعني في كثير انواع للعنف، وبين مين ومين قصدك انت بالعنف؟ هلا العنف بيتكون في بين الطالب والطالب، بين المعلم والطالب، وبين المعلم والجهات الاداريه، وبين الطالب والطالب. واكثر شيء عندنا منتشر يعني حاليا بين الطالب والطالب، بين الطالب والمعلم. اوكي. هو اكثر شيء هيك حاليا منتشر. انت اي صف احمد؟ الصف الثامن. وبتحس انه بالصف الثامن في عنف واضح؟ يعني اذا بدنا نحكي يمكن على مستوى الطلاب. يعني حاليا يعني كثير منتشر العنف، يعني مثلا السن الاصغر ممكن انه نحل العنف بسرعه، بس السن الاكبر صعب انه نحله بطريقه سهله كثير. طيب كيف عم تشتغل على هاي المبادره؟ يعني شو النشاطات اللي بتعملها وانت بتشتغل على هاي المبادرة؟ بعمل ما شو اسمه استبيانات، بعمل استبيانات كاميرية واستبيان ورقي، وبعمل محاضرات على جوا المدارس، ويعني بنصير نسأل الطلاب ايش المشاكل اللي بتصير معك، ليش هاي المشاكل، كيف حلها، ونعرف من الطلاب كيف حلها مشاكلها. مين بيساعدك وانت عم تعمل استبيانات وبالنشاطات اللي بتقوم فيها؟ بيساعدني مركز الأميرة باسم للشباب، وبشكر مسابقة شبكة المبادرات التطوعية لعام 2013، وبشكر ثلاث أساتذة كتير ساعدوني، هم الأستاذ أمجد الشرمان وأستاذ عمرو العداسي وأستاذ مراد غريب. هذول أكتر ناس ساعدوني حاليا على عمل المبادرة، وكانوا يعني ساعدوني بحجز والهاي، والدكتور إبراهيم العوران والدكتور خليل أبو العسل. حلو. مدير التربية والتعليم ومدير الفني. حلو. طيب كمل لي كمان ايش النشاطات، يعني غير الاستبيان لحتى تحاول انك تقلل من العنف المدرسي، غير الاستبيان اللي بتعمله شو بتعمل اشي ثاني؟ بعمل محاضرات. يعني اكثر اشي بيهمنا احنا المحاضرات، ورح نعمل حفل زي نشاط توعوي للطلاب. نشاط هذا التوعوي راح يكون بين الطلاب، بيكون بين الطلاب، وهذا النشاط راح يكون راح يفيد الطلاب ان شاء الله، وراح يتم اختيار اكثر طلاب يعني مشاغبين او اكثر طلاب بيناتهم مشاكل. واضح انه هم عنيفين يعني بتصرفاتهم. طب مين اللي بيقدم المحاضرات؟ انا بقدمها. انت بتقدم المحاضره؟ طب شو بتحكي بالمحاضره؟ هون احنا عم نشوفك هلا عم بتقدم المحاضره، ايش بتحكي فيها يعني؟ هون بكون كنت قاعد بحكي عن العنف الرمزي، وعن العنف عن كنت احكي بين اسباب العنف هون بهذا المقطع. طيب احكي لنا شو كنت هون بتحكي، ايش اسباب العنف برايك وشو يعني العنف الرمزي؟ هلا اسباب العنف بيكون الطالب عنيف نفسه، يعني بيكون الطالب مثلا بيكون عند البيت بيكون معصب او بيكون مش رايق مثلا او هيك، فبيجي على المدرسه بيصير يحب انه يصير يعمل طوش بينه وبين الطلاب او بينه وبين المعلم، يعني مثلا صاحبه حكى كلمه خلص ما بيعجبه هذا الشيء. والعنف التمييز العنف الرمزي هو انه بيعمل حركات رمزيه بينه وبين الطالب، مثلا في حركه خلص الطالب الثاني ما بحبها بروح بيصير يعملها مشان يخليه يعصب، فبتكون عندنا العنف. اوكي. طب كيف تفاعل الطلاب بيكون معك؟ يعني بيكون مثلا في هيك زي هون احنا شايفين انه يعني انت عم تحاول تعطي هاي المحاضره، لكن هناك حوار، يعني بنقدر نقول هي كجلسه حواريه، فكيف تفاعل الطلاب معك وانت عم تحكي عن هذا؟ يعني حاليا تفاعل الطلاب كويس ويعني ممتاز. طب كيف شو يعني هدول الطلاب اللي عم بيشاركوا معك، هم بيقولوا لك مثلا للطلاب العنيفين زياده عن اللزوم، شو بيقولوا لك؟ ليش هم بيكونوا هيك عنيفين؟ شو الاسباب يعني؟ احنا كنا خلال المحاضره نسالهم يعني اسئله، احنا ما يعني اول ما نيجي المحاضره بدنا نعرف انه الطلاب هدول نعطيهم الاشي ولا هم عارفينه.
فيعني نصير نسألهم، فالطلاب هذول انت شايفيتهم رافعين ايديهم، هذا بيكونوا انه احنا دي بنسأل فيهم، فهم بيجاوبونا اشياء، طبعا في اجوبه صحيحه واجوبه خاطئه. حلو. فيعني حاليا احنا بنجاوب بنسألهم اسئله. طب ايش طموحك هيك لقدام بهاي المبادره، لوين حابب توصل فيها؟ طموحي انه اوصل للعنف الجامعي، ونحاول انه نقلل العنف الجامعي والعنف المدرسي، يعني اكثر حد هو احنا مش مستحيل نقضي عليه الا يتكون عنا، بس راح نحاول انه نخففه قدر الامكان. طيب زي ما حكيت انت عم مشارك هلا بمسابقه اسمها مسابقه شركه المبادرات التطوعيه العام 2013. احكي لي عنها هاي المسابقه، كيف مشارك فيها وشو الهدف منها؟ هاي المسابقه انك بتضم مبادرات، طبعا لها ثلاث مراحل للفوز. المرحله الاولى هم كلجنه بيقرروا مين بدهم مين ما بدهمش، وانا فزت بالمرحله الاولى، هلا فزت حاليا انا بالمرحله الثانيه، هو التصويت عبر الفيسبوك، وهذا التصويت عبر الفيسبوك اللي بيجيب اعلى 8 اشخاص هم راح يفوزوا، او اعلى يعني المعدل ما بعرفه، اعلى اشخاص راح يفوزوا. راح يكون المرحله الثالثه زي احنا راح نكون قاعدين بمحاضره وحلين الفيديوهات، واي الناس يعني حاسين انه هذا الفيديو لازم يفوز هو الاول راح يعطوه اياه، هيك النسبه كانت. ايش الجائزه يعني بالمسابقه؟ الجائزه الاولى المركز الاول راح ياخذ 4000 دينار، المركز الثاني 3000 دينار، المركز الثالث 2000 دينار، المركز الرابع 800 دينار. نعم. طيب اذا ربحت بالمسابقه ايش بدك تسوي اذا اخذت الجائزه؟ بدي اعمل نشاطات توعويه، بدي احاول انه اقلل العنف قدر الامكان وقدر المستطاع. نعم. بدي اعمل نشاطات، عمل استبيانات ورقيه وكاميري على الكاميرا، وعمل استبيانات إلكترونية على الإنترنت وعلى الفيسبوك، وعلى يعني رح نعمل نشاطات على كل مواقع توعوية، ورح يتم عمل يعني محاضرات، و يعني بعد المحاضرات رح يعني يتم الاستبيان. نعم. طيب ايش بالاخر هيك حابب تحكي لكل الناس وكل الطلاب خلينا نقول، او الاطفال اللي بعمرك اللي عم بيكونوا هيك يعني ظاهره العنف واضحه كثير عندهم بالجامعات والمدارس؟ بصراحه انا بتمنى انه يعني يخففوا العنف قدر المستطاع، لانه العنف ما راح يفيد، اخر شيء ممكن انه انت تتاذى، ممكن انه ما يفيدك العنف، اخر شيء كله ما راح يفيدك، يمكن مثلا من وراء انك تفوت حبس، ممكن انه يأذيك العنف طبعا. فبنحاول انه نخفف قدر الامكان، ونستفيد يعني نستفيد من قدر الامكان، ونحاول نفهم احنا ليش نعمل العنف. هذا الشيء اكثر شيء ان شاء الله بتوصل لهدفك احمد، واحنا بنتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله كمان بتفوز بالمسابقه. ان شاء الله. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك.